السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذ الأعزاء، كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. لكل بداية نهاية، وخير الكلام ما قل ودل. قصة اليوم قصة قصيرة فيها عبرة وموعظة. قبل أن نبدأ أريد أن أذكركم بأنكم ستشاركون ما ستتعلمونه معي اليوم مع والديكم. دعونا نبدأ سريعا. قصة اليوم بعنوان نادر يخفي الدب الأحمر. دعونا نبدأ قراءة. كان عند ليلى لعبة دب كان يدعى الدب الأحمر. ذات يوم وضعت ليلى الدب الأحمر على الطاولة. رأى نادر الدب الأحمر. قال نادر: ليلى ليست هنا، سأضع الدب الأحمر على الرف. الآن لن تجد ليلى الدب الأحمر، قالها نادر وركض إلى الحديقة. ذهبت ليلى لتجلب الدب الأحمر، ولكن الدب الأحمر لم يكن على الطاولة. ذهبت ليلى إلى الحديقة. قالت ليلى: نادر، ماذا فعلت بالدب الأحمر؟ أجاب نادر: ها، لن تجد الدب الأحمر. قالت ليلى: سأجده. ولكن ليلى لم تستطع أن تجد الدب الأحمر، كانت تبحث عنه هنا وهناك. قالت ليلى: نادر، ماذا فعلت بالدب الأحمر؟ أجاب نادر: وضعت الدب الأحمر على الرف. أين الرف؟ لا شيء على الرف. بحثت ليلى عن الدب الأحمر، فهو لم يكن على الرف، بل كان في حوض السمك. كان الدب في حوض السمك. صاحت ليلى: أبي، أخرج الدب الأحمر. هنا الوالد سيساعدها. أخرج والد ليلى الدب الأحمر من الحوض. قالت ليلى: لا، ماذا يمكننا أن نفعل؟ هي حزينة لأن الدب سقط في حوض السمك. أجاب نادر وهو الحل: يمكننا أن نضع الدب الأحمر على حبل الغسيل. انتهت قصة اليوم بين نادر وأخته على الدب. أريد منكم أن أعرف ما الشخصية الرئيسة في هذه القصة، ما المشكلة، وما الحل، وما العبرة التي تعلمناها اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم شيئا ستشاركوه مع والديكم. طبتم وطاب يومكم. إلى لقاء قريب بعون الله وتوفيقه. السلام عليكم.